نعم. أحسن الله إليكم. هذه مرسلة من الدمام رمزت لاسمها بالحروف سين باء طاء، لها عدد من الأسئلة. تقول في أولها: ما حكم لبس المرأة لبعض الملابس التي تكون أكمامها قصيرة إلى نصف الكم أو ربعه، أو ما يسمى بالجنز، أمام النساء والمحارم فقط؟ يجب على المرأة أن تستر نفسها أمام النساء وأمام الرجال المحارم، ولا يجوز لها أن تكشف من بدنها إلا ما دعت الحاجة لكشفه من أجل المهنة والعمل، الوجه والرأس والكفين والقدمين، وأما ما عدا ذلك فإنها تستره عن النساء وتستره أيضا عن محارمها، بل ستره عن الرجال المحارم أولى وآكد خشية الفتنة. نعم.